السلام عليكم متتبعين صفحة عتوب النعيم. ويسفين نعم السيد. اش هذا الخير هذا؟ خويا الصالون الناس اوروبا، هذا غادي لفرنسا تبارك الله، هذا تخدم ماطلاسي، هذا الناس كيتعاملوا معنا عن طريق الواتساب. هذا عندنا الطروز، هذو الكادوات، وهذو مخاد باش نوريو الناس الطريقة. الناس كيتواصلوا معنا ياك وتنصيفطوهم لهم مع الكيران اللي كيمشيو لاوروبا. بحال دابا هاد السيدة هادي عطاتنا الرقم ديال الكار هنا في كازا، غنديولها نحطوها الأمانة. السيمانة الجاية توصلوا إن شاء الله لفرنسا. هادي هي الطريقة باش نتعاملوا مع الناس، وهادشي راه كيمشي مبالي بالميكا وبالسمية، داكشي قانوني ومقاد. وشحال الثمن أخويا سفيان؟ ما كيكونش غير تكون واحد 40 50 أورو باش توصلوا لفرنسا. الثمن ديال الثوب؟ الثمن ديال الثوب 200 درهم. شوف معايا تبارك الله. الماطلاسي حقيقي. هذا ماطلاسي ديامون، هاد الطرميطة ديالو، ودخلنا معاه الماطلاسي، خدمنا بالسقل اللي خويا سفيان اشنو الصالون ديال اليوم؟ خويا مرحبا، اليوم الحمد لله صبات الشا، اللهم لك الحمد. الصالون ديال اليوم اخويا بروكار ماطلاسي بلا كولور بيج، الثمن ديالو 90 درهم. شوف معايا كيفاش كيطلع. اش كتسمي هاد الخدمه اخويا سفيان؟ هذا اخويا تنعيطو لها فهيد، كدير بوب بوب بوب. شتي كيدير تبارك الله، شوف اللسانات، شوف الخدمه، شوف الفينيسيون. دير واحد الدواره وري لنا الصالون كيطلع. كما قلت لكم هذا الثمن ديالو 90 درهم ماطلاسي، خدمه زوينه وخدمه بلديه، كيمشي كامل طلامط بجيفانشي. ودخلنا مع اوسكار فاليز فروز، جي صالون سامبل وزوين. فمرحبا بكم، اللي عجبو الموديل حنا في كازا درب عمر. كان هذا الصالون ديال اليوم جمعه، وجمعه مباركه للجميع، الى صالون اخر ان شاء الله. السلام عليكم متتبعين صفحة عتوب النعيم. خويا سفيان نوريو الناس غير بروكات اللي عندنا. عندنا هاد الخضر هذا كيدير 75 درهم، الطرميطة ديالو بهذا الشكل، يمكن تخدم معاه بونتيطاج. كاين هاد الكحل هذا تو بروموسيون 75 درهم، في 3 بياس، كاين مرخم والوردة وكاين الكارو. وعندنا شي حاجة ديال برا بحال هاد الشكل هذا طوب 85 درهم، فيه الكارو فيه السامبل وفيه الوردة. هذا بروكار ديرافي، شي حاجه جي زوينه في التفريشه عاوتاني. في لوينات اخويا، في لوينات اي كاين اخويا البيج ديالو برونكاسي، ندخلو مع هاد لورونج هذا، وكاين الزرق ديالو، الزرق حتى هو ديرافي مع الغوز. خويا سفيان اش هاد الجديد تاني؟ خويا عشاق بروكار زوق بلديين والثمن مناسب. عيشو معايا بروكار كامل صقل، لا طومبي فيه واعره وخطيره. شو معايا الورده كي تجي كيجي فيه خديه كبيره بالتاج ديالو. هادي لاكور الاولى، كاين لاكور الثانيه بيستاش. شوف تبارك الله كيدير، شوف يا تلالا، شوف الورده ديالها كيديره. والثمن راه جد جد مناسب، الثمن هو 55 درهم. شوف معايا بروكاسي كيدير، شوف هذا شو عادي، شوف معايا شوف تبارك الله، شوف هذا راه تلبسو تكشيطه، شوف والله هذا تكشيطه. 55 درهم حصريا عند اتوب النعيم. مرحبا بكم، احنا في كازا درب عمر. السلام عليكم، مرحبا بكم في الشبيه صفحة عشوائي بالنعيم. خويا سفيان بداية أسبوع موفقة، جينا جميل جديد، أحسن لون حاليا فير ميليتير. أنا شوف معايا تبارك الله، شوف 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 لوحة فنية. والثمن شحال؟ شحال الثمن؟ قول شحال؟ شحال الثمن؟ 90 درهم. شوف تبارك الله كيداير، زواق فاندي. أجي شوف هنايا الطرميطة ديالها، شوف تبارك الله على لون خطير خطير خطير. و 90 درهم منك. شنو هو الصالون ديالك؟ خويا لي زين زين، شوف معايا بروكار صالي تبارك الله، تصورو في الضو، يا سيدي ربي ما كاينش الضو ما كاين زواق. أنت شوف شوف كي طلع تبارك الله، الثمن ديالو 99 درهم، لا غلا على مسكين. دخلنا مع الأونتيطاج وطرز حساب لورونج، لي الثمن ديالو 85 درهم. سامبل زوين وراقي، شوف تبارك الله.
اللي عجبو الموديل يتواصل معنا. حنا في كازا ضرب عمر هذا بروكار صاري شي حاجه زوينه بريمير شوا اللي كاغي تنخدمو بحال الطريقه. هذا دوب الفاس مع طرز حساب لورانج. شوفوا تبارك الله كي جا انيق. هذا مازال يتفرج هذا مالي وغادي يعطيك اكثر في الضوء ديال الصالون ومع العود ان شاء الله في الدار يبان افضل. بغيت نشارك معكم انا من لاطولي وعجبني الصراحه. خويا سفيان اشنو كاين اليوم؟ خويا شنو اللي قال لك 40 درهم ما تجيب لك الشوب هماوي؟ شو تبارك الله كي داير؟ اجي قرب اجي قرب. شو لي ديطاي؟ شو لورونج ما شاء الله تواب غزالين وكان مناسب. شوف خديه هذا 40 درهم بروكار احلام. شو تبارك الله بروكار وهي تلعلع. شو الخدمه كي دايره؟ شو لسانت هذا غيتفرج ان شاء الله غنشاركوا معكم. اليوم عندنا صالون صاري ب 85 درهم. تفضل وري الناس 85 درهم. شوفوا معايا تبارك الله الناس خدموا عندنا العود الماطلة تخدم كومبلي. دخلنا مع الانتيطاش كيدير 85 درهم كذلك. والبروكار راه حتى هو كيدير 85 درهم. هذا صاري فات لا كولور فيغ او وكاين بلون كاسير حطيت لكم في الفيديو اللي فات وكاين الطوب ديالو. فاللي عجبو الموديل يتواصل معنا على الارقام اللي تلقاو في الصفحه. فمرحبا بالجميع. حنا اثواب النعيم تتواجدوا في كازا ضرب عمر وهذا صالون يوم السبت. هذا من فضل ربي والى صالون اخر ان شاء الله. خويا سفيان اش هادشي عاوتاني؟ خويا المليح يوميا جديد تبارك الله. شوف معايا السعيده تتباع ب 400 درهم 199 درهم عاوتاني. هذيك الطميطه نوريها للناس السايق. شوف تبارك الله كي دايره بيض لا كولور فيغ او الطميطه تجي على هذا الشكل هذا. اليوم نهار كبير سنة سعيدة. أسكا سامباركي جبناته بخاص بالأمازيغ أونتيطاش شي حاجة جديدة وما دايرة في السوق. هذا الشي الحاوي شوات لاكولوغ تبارك الله كي دايرة وكاين فيه تال خضر مراكي شي حاجة إبداع من هاد الأثواب الناعمة هادي متلقاهاش بلاصة أخرى. أونتيطاش الشي الحاوي الظهر كيتخدم بالسامبل وهذا الظهر كيخدم الدوري ديالو ومن سبط لامط دير مع الأونتيطاش مثلا هذا تا هو كيبقى بنفس الثمن. شوف معايا تبارك الله كيفاش كيجي. اللي عجبو الموديل يتواصل معنا حنا في كازا ضرب عمر. السلام عليكم مرحبا بكم في صفحه اشواب النعيم. خويا سفيان خويا الجديد مبرا ديور 69 درهم. شوف معايا قرب 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 زيد زيد قرب زيد باش تبان الناس لي ديطاي ديالك. تبارك الله كي تطيب. هذا اللون الاول اللون الثاني شوف كي داير تتلألأ. شوف شوف اللون الثالث فاتت الوان والتمام راه 69 درهم. شوف معايا الطوب هذا عاوتاني رائع الناس اللي كيبغوا عندهم دراري صغار. شوف تبارك الله ثلاث ديال الوان والتمام 69 درهم مبرد ديور حصريا عند اثواب الناعم جديد والمليح.